انت النهاردة صحيت من النوم وعندك مشكلة، بقالك كم اسبوع حاسس بحاجة غريبة، حاجة انت اصلا مش عارف توصفها. الفكرة ان مفيش بالضرورة حاجة في جسمك وجعاك فعارف تشتكي منها، ولا انت مثلا في فترة صعبة من حياتك زي امتحانات، هو احنا في كورونا بس مش في فترة صعبة يعني، فتعرف تلبسها في الاحساس اللي انت حاسس بيه. لا، انت كده فجأة الدنيا غيمت عليك. ممكن فجأة كده موقف معين يسعدك ويفرحك، واول ما الموقف ده يخلص تلاقي الحالة رجعت لك تاني ويمكن اسوأ من قبل كده. وفي ظل الاعراض الغريبة اللي انت مش عارف وصفها دي، تقع في ايدك حلقة من برنامجك المفضل EGCollege، ذلك البرنامج الاسري الجميل الذي يدعو انه شمعة تحترق من اجل الاخرين. البرنامج ده اوفر موت والله من يوم. وفي الحلقة دي المقدم مش بس هيحاول يفسر انت عندك ايه، بس الاهم من ده هيقولك انت محتاج تعمل ايه. وهفكرك بحاجة انت غالبا نسيها، انك مش لوحدك. لا عظيمة الدخلة، شغل التتر مصطفى. EGCollege. مستني انا مش كده. الله هو ذلك. التاريخ بالنسبة لي شيء يدعو للتفكير بصراحة. فاكرين حلقة أكاذيب التاريخ؟ انا بقى مش هدخل في تفاصيل الذاكرة والكلام المجعلص ده، لكن خلونا نفكر مع بعض. لو النهاردة عثرنا على لوحة اترسمت في القرن ال13 بفرشة فنان وليكن اسمه مثلا شفيق، اللوحة عبارة عن ابداع زي ما انتوا شايفين، خط في نص لوحة فاضية. المهم نرجع القصة. لأول مرة في حياتنا كبشر نسمع عن الفنان شفيق ده، وما نعرفش حاجة عنه غير انه رسم اللوحة دي في 1235. ممتاز. مين بقى اللي بيلبس شغلانة يعرف لنا مين ده؟ الزميل والأخ الفاضل الارت هيستوريان او المؤرخ الفني. دورك كمؤرخ فني هو انك تطلع لنا بقصة لهذا الانسان الذي لم نسمع عنه من قبل ولا من بعد. في الحقيقة تخصص التاريخ الفني شيء عظيم ومتعب اوفر يعني. الحقيقة انت دورك انك تلاقي ادلة ومستندات تقدر بيها تخلق قصة للفنان المعين ده. والموضوع حقيقي ساعات بيبقى انترستنج جدا، لان ساعات بنلاقي ان الحاجة الوحيدة اللي عندنا هي رسومات الفنان ده، ولما بتبص على رسومات الفنان ده في فترة معينة من حياته بتلاقي انها بترسم لك حياة الفنان. لا تعبير مجازي رائع، وتسلم ايدك والله يا رد انك حطيتها في السكريبت. وممكن برضو يكون فيها دليل على الحالة الاقتصادية او السياسية للبلد. عشان اوضح كلامي المجعلص ده، خلونا نبص هنا على صديق الفنان فرانسيسكو جويا. ده رسام اسباني عاش من 1746 الى 1828، ومعروف بقدرته الفريدة على خلق مشاعر معينة جوه المتفرج من خلال لوحاته. في لوحة The Third of May او الثالث من مايو، جويا بيرسم استسلام الشعب الاسباني لجيش نابليون بونابرت. في الوقت ده جيش نابليون كان بيحاول يستحوذ على اسبانيا. في لوحة الثالث من مايو انت تقدر تحس بمشاعر جويا تجاه الجيش الفرنسي. الجمود الممثل في جنود الجيش الفرنسي منعكس تماما في حالة الذعر عند الشعب الأسباني. في الأول رسم جويا كان بيدور حوالين رسم الطبقة الحاكمة، رسوماته منورة وجميلة، الأشخاص فيها تبدو وكأنها مبسوطة. لكن في الوقت ده أسبانيا خسرت الملك بتاعها، والملك اللي جه بعد كده كان ضعيف جدا، مما نتج عنه استيلاء فرنسا على أسبانيا. في الوقت ده رسم جويا بدأ يتغير بحيث إنه يمثل الاضطهاد السياسي والاجتماعي والديني. بالنسبة لجويا الرسم كان سلاحه الوحيد ضد اللي كان بيحصل في بلده. في 1799 رسم 80 لوحة بعنوان لوس كابريتشوس. دي كلمة أسبانية تعني التغيير الحاد في التصرف أو المزاج. ومع حالة الخضوع اللي كان شايفها من الشعب، جويا استخدم لوحاته كنوع من انواع العتاب على شعب كان شايف انه لا يقاوم الاحتلال. ومع بشاعة الاحتلال طريقة تعبير الفنان بدأت تتغير. في مجموعة من لوحه اسمها The Disasters of War او مصائب الحرب، واللي جويا كان بيحاول فيها يمثل آلام الحرب، زي اللوحة دي، لوحة No More. ألام جويا واضحة في اللوحة، بالرغم من الرعب المخلوق بشأن الشعب، إلا أن الضابط الفرنسي متأمل وكأنه فخور بعمله في أنه يخلق جثة تنضم لصف الجثث اللي في الخلفية. مع التقلبات السياسية والنفسية في حياة الرسام الثائر، اشترى منزل في الريف في آخر عمره، وهنا رسم الـ Black Paintings أو اللوحات السوداء. 14 لوحة رسمهم مزين بيهم البيت، والمرعب فيهم هو ان ده كان ونسه في البيت العملاق اللي كان عايش فيه. 14 لوحة مخيفة، الالوان فيها ضعيفة والضوء يكاد لا يكون موجود، كأن ال 14 لوحة دول كانوا تعبير عن اللي كان بيمر بيه جويا بعد سنتين من الاحباط السياسي، وانه شاف بلده بتغرق. في الحقيقة جويا مات وحيد، وبالرغم من التنوع الرهيب في رسمه، الا انه خير دليل على قد ايه تقلبات الدنيا ممكن تحطم شخص. يقول آلان ديرفو ان جويا اتعرض لاكتئاب شديد في حياته قبل اللوحات السوداء، وده المفروض منطقي، بالرغم من ان الاكتئاب ساعات بيبقى دافع قوي للنجاح في حالات مثلا زي فان جو. حالة جويا اقرب لانها تفهمنا عن الاكتئاب، فكرة ان فنان يقعد في
في بيت ويرسم لوح مرعبة لنفسه، فكرة قد تبدو ليك أيها المشاهد العزيز إنها غير منطقية، بس هو ده اللي لازم تفتكره، إن الاكتئاب مش منطقي للشخص المكتئب. فخلونا نتكلم شوية عن الاكتئاب. للأسف كلمة اكتئاب بقت متداولة زيادة عن اللزوم. ساعات كتير بنستخدم كلمة مكتئب للتعبير عن الحزن الشديد. فمثلا لو الأهلي كسب الدوري ممكن واحد زملكاوي يطلع يقول إن جاله اكتئاب بسبب الخبر ده. عادتنا دلوقتي في البيت بسبب الكورونا ممكن نقول إنها جابت لنا اكتئاب. ودي الحقيقة مشكلة، لأنها بتقلل من وطأة الاكتئاب اللي هو فعلا مرض حقيقي يعاني منه بعض الأشخاص. تعريف الاكتئاب هو الآتي: الاكتئاب مرض نفسي يسبب الحزن المستمر لدى الشخص. الشخص المكتئب بيشعر بفقدان الأمل ولا يتمتع بنشاطات كانت بتسعده من قبل. بالبلدي الاكتئاب حالة نفسية بتمنعك من إنك تعرف تعيش حياتك بشكل طبيعي. والمشكلة اللي كنت بتكلم عليها تقع في التعريف. ناس كتير بتفترض إن الشخص المكتئب ده كمان شوية وهيروق، زي ما كلنا هو بتحصل لنا حاجات وحشة في حياتنا وبتعدي اهي. فبالنسبة للناس دي الشخص المكتئب ده كمان شوية وهيبقى زي الفل إن شاء الله، وده أبعد ما يكون عن الصواب. في كتابه The Idiot Brain دين برنت بيدي تشبيه عظيم للموضوع. فكرة التقليل من صعوبة تخطي الاكتئاب دي زي إنك تطمن حد دراعه اتقطع إنه هيبقى كويس لأنك بقيت كويس بعد ما جرحت صباعك وأنت بتقطع الخيار للسلطة. متقعدش تقول لي بقى الشدة وهتعدي والكلام التعبان ده. الشخص المكتئب مشكلته إنه مش عارف يبقى كويس. يا فرحتي بيك لما تقول لي فكها وانبسط، وأنا مشكلتي أصلاً إني مش عارف انبسط. والسؤال هنا عزيزي المشاهد الفقير إلى الله لازم يكون الآتي: أنا قطاها أعرف إزاي لو أنا عندي اكتئاب ولا زعل عادي وهيمشي؟ والله يا طه يا ابني سؤالك في محله جدا، وعشان أعرف أجاوب عليك محتاج أكلمك في حاجة اتكلمت عليها هنا في القناة قبل كده اسمها الDSM. الDSM ده اختصار للDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders، وهو عبارة عن كتاب منشور كده لتشخيص وتعريف الأمراض النفسية والعقلية بلغة مبسطة. في 1952 الأمريكان سايكياتريك أسوسيشن أو الاتحاد الأمريكي للطب النفسي لقى إن الدنيا في الطب النفسي مهطلة خالص. كان يطلع دكتور اسمه ريتشارد يقول I think this patient has schizophrenia. وكان باب صاحبه الدكتور برضو كان يطلع يقول Really? Because I think he has multiple personality disorder. فالناس كلها كانت عمالة تختلف طريقة التشخيص وبالتالي طريقة العلاج، والمريض يقعد ياخد حبوب ويموت أصلا من مرض تالت خالص. برنامج بتاعنا ده دارك قوي. الاتحاد الأمريكي للطب النفسي طلع بقى بالDSM في محاولة شريفة لتوحيد التشخيص في الطب النفسي. ومن 1952 وإحنا فهمنا للعقل البشري بيتطور أكتر، فالنسخة الأولانية من الDSM كان محتاج يتغير، وإلى الآن بيتم التغيير فيه. في لينك هحطه لكم للDSM بقى عشان تعرفوا كل اللي كان موجود قبل كده واللي اتحط جديد وكل حاجة، عيشوا حياتكم. بس نرجع بقى لسؤال الزميل طه: ازاي اعرف شخص عنده اكتئاب ولا زعل عادي؟ والله يا طه الشباب الروش في الاتحاد الامريكي طلعوا بثمان اعراض وهم الاتي: حالة من الاكتئاب معظم اليوم، حالة ملحوظة من عدم التمتع بمعظم النشاطات اليومية، نقص او زيادة مفاجئة في الوزن بدون اتباع نظام غذائي معين، بطء في التفكير والحركة، ارهاق غير عادي بشكل يومي، احساس بانعدام قيمة الشخص وفقدان الامل، فقدان القدرة على التركيز، التفكير المستمر في الموت او الانتحار او محاولة الانتحار. التشخيص بالظبط هو ان لو شخص عنده خمس اعراض من دول لفترة تتجاوز الاسبوعين يبقى الشخص ده غالبا عنده مرض الاكتئاب. والاكتئاب طبعا درجات. لو واحد عنده اكتئاب معقول بنقول عليه mild depression، ولو حد عنده اكتئاب حاد بنقول عليه severe depression. بس كل اللي انا عايز اوصله من الكلام ده هو ان الاكتئاب مرض حقيقي. ممكن ما تكونش متخيل الموضوع لان لحسن حظك لم تتعرض للاكتئاب، بس عشان افهمكم اكتر محتاج اكلمكم شويه عن عقولكم، الشيء العظيم اللي بيترجم كل الكلام اللي انا بقوله ده لمعنى تستوعبوه. في الحقيقه العقل البشري متصمم انه دايما يحافظ على صح. ساعات بيعمل حاجات غبيه زي انه مثلا يعجب بالبنت اللي صاحبك طارق مرتبط بيها. بس ممكن نقول إن العقل البشري متطور لدرجة إنه مش بس عايز يخليك عايش، بس عايز يخليك سعيد. بمعنى أصح العقل البشري اللي متصمم إنه يحافظ عليك بيبقى عايز يسعدك في كل لحظة من لحظات حياتك. ليه بتشرب مية؟ عشان أنت عطشان والارتواء إحساس حلو أنت بتحب. ليه بتتفرج على الحلقة دي؟ عشان أنت بتحس إنك مبسوط لما بتتعلم عن حاجة جديدة. ليه أنا بعمل دكتوراه؟ عشان أتسحل ومعرفش أعمل حلقات ديجيكولوجي. What؟ بس يعني انتوا فهمتوا، فكروا فيها هتلاقوا ان الدافع ورا كل اللي انتوا بتعملوه هو السعاده، مش بالضروره البقاء. انت عايز تبقى عايش، بس تبقى عايش مبسوط مش منكد وقرفان. طيب وانا بديك الخلفيه دي عن مخك ليه؟ لان في الحقيقه الشخص اللي عنده اكتئاب مخه بيفقد القدره دي. مش الفكره بقى انه بيختار يبقى متضايق، بس لاسباب خارج ارادته هو مش عارف يبقى مبسوط. فايه يا ترى الاسباب اللي ممكن تخلي شخص يكون عنده اكتئاب؟ اهلا بيكم يا ناس مكتئبة. بالرغم من ان الاكتئاب مرض ممكن ناس كتيره ما تكونش فاهمه ابعاده، الانيل من كده هو اننا مش بنفهم اسباب الاكتئاب. يعني احنا دلوقتي عارفين ان ده مرض في العقل بيسبب حاله من عدم السعاده،
ساعات تراكم المواقف السيئة بتخلي الاكتئاب يظهر على شخص. لكن الفكرة تاني ان لو ده مرض في العقل يبقى جايز يكون في حاجة مثلا مشكلة في العقل بتسبب الاكتئاب، وده احتمال مثلا يسهل طريقة العلاج مع الاختلافات. طبعا زي ما بطنك بيجي لها برد وبتاخد لها دواء، ممكن برضو مخك يجي له برد وتاخد له دواء. وفي الحقيقة هناك العديد من النظريات المطروحة للاكتئاب. النظرية الأولى المونوامين هايبوثيسس. المونوامينز دي نوع من أنواع المواد الكيميائية اللي مسؤولة عن اتصال الخلايا العصبية ببعض. بعض الدراسات بتوري إن الناس اللي عندها اكتئاب عندهم كميات أقل من المواد الكيميائية دي. ده بدوره بيأثر على قدرة المخ إنه يقوم بعمله الطبيعي واللي ممكن يؤدي الاكتئاب. الفكرة بقى إن الحبوب المضادة للاكتئاب دي فيها مواد بتساعد على تعويض المونوامينز دي. وبالرغم من سهولة مثلا النظرية دي في شرح الاكتئاب، إلا أن يبقى لها معارضين بسبب بطء فعالية العلاج. يعني بالرغم من إن الحبوب دي المفروض مفعولها يكون سريع، إلا أن المكتئب عادة مش بيحس بتغيير إلا بعد أسابيع. كأن عربيتك عطلانة فقمت مليها بنزين وبعد شهر قررت تشتغل. هي كانت ناقصة بنزين، بس واضح إن دي مش المشكلة الوحيدة اللي موجودة في عربيتك. فإليكم النظرية الثانية الـ Cingulate Cortex Theory. في جزء في مقدمة المخ هنا اسمه الـ Anterior Cingulate Cortex. الجزء ده ليه وظائف عدة زي انه ينظم دقات القلب مثلا، لكن من اهم وظائف الجزء ده هو الـ Reward Anticipation او توقع الأجر والـ Decision Making او اتخاذ القرارات. بعض الدراسات بتثبت ان الجزء ده عند مريض الاكتئاب بيبقى فيه مشكلة، نظرا لان ده بيساعدك تاخد قرار وتحس بان قرارك ده كان صح. فتخيل ان ده بقى فيه مشكلة، انت مش بس مش هتعرف تاخد قرار، لا ده انت بعد ما تاخد القرار مش هتحس باي حاجة تجاه القرار اللي انت اخدته ده، بالرغم من انك شربت عشان عطشان، الا انك مش حاسس بسعادة الارتواء. لو الانتيرير سينجليت كورتكس ليه دعوة بانك بشكل ما تحس بالسعادة، فمش غريب بانه يكون ليه دعوة بان المكتئب مش بيعرف يحس بالسعادة دي. بس بالرغم من ان النظرية دي مقنعة، الا ان في نظرية في وجهة نظري اقوى شوية. فإليكم النظرية التالتة النيوروبلاستيسيتي. النيوروبلاستيسيتي دي ترجمتها الحرفية هي ليونة المخ. مريض الاكتئاب مخه بيركز على الوحش، وده للأسف مش نابع من قلة إيمان أو عدم رضا أو عيب في الشخص، لكن في إن المخ متغير لدرجة إنه مش شايف غير الوحش. لو مثلا وريت مريض الاكتئاب كلمات عشوائية زي قتل وزرع، مخهم بيركز أكتر على كلمة قتل عن كلمة زرع. المخ البشري عنده قدرة فريدة إنه يتأقلم مع الظروف اللي حواليه. زي ما قلنا المخ مخلوق لسبب واحد، عشان يضمن بقائك. ساعات عشان يعرف يتأقلم مع اللي بيحصل في دنيتك بيحتاج يغير من تركيبته. مش عايزك بقى تأفور وتفكر في ان جزء من المخ بيتبدل مع جزء تاني من المخ والكلام الهطل اللي انت بتشوفوه في الافلام ده، لكن المخ ساعات بيحتاج يخلق وصلات جديدة ما بين الخلايا العصبية. الوصلات دي هي اساس كل العمليات اللي المخ بيقوم بيها. تقدر تقول كده ان المخ بيلاقي ان الدنيا مقفلة فبيضطر يخلق وصلات جديدة عشان الدنيا تمشي. فمثلا لو حاجة وحشة حصلت لك، بعد الشر عليك يا مشاهد يا حبيبي يا غالي والله، لكن لو حاجة حصلت لك ممكن مخك يخلق وصلات جديدة عشان تتخطى المشكله دي وتنسى الحاجه دي. نظريه النيوروبلاستيسيتي للاكتئاب بتقولك ان الناس اللي عندها اكتئاب عندهم مشكله في مخهم في النيوروبلاستيسيتي دي، ده بيمنعهم من انهم يتخطوا الحاجات اللي بتضايقهم. المخ زي ما تقول كده لازق في الوحش. المقنع في النظريه دي انها كمان بتشرح لنا ليه الاكتئاب بيبقى عند المريض لفتره. المخ نفسه فاقد القدره انه يعمل حاجه للمريض. صعب اقول لكم انهي نظريه من الثلاثه هي الاصح، لان الابحاث في الموضوع مستمره الى اليوم، بس اللي مفيش خلاف عليه هو قد ايه مرض الاكتئاب صعب ومتعب. المشكلة مش بس في الزعل أو الاستياء، بس كمان في إن الاكتئاب بيأثر على القدرة الإدراكية للمخ. مريض الاكتئاب مخه بيركز على الوحش. حابب أوضح يعني إن هما بيعرفوا الكلام ده بأشعة. لو ركزت في كلمة قتل ده مش معناه إن أنت مريض اكتئاب. أنتوا ناس نفسكوا تسمعوا إن أنتوا عندكوا اكتئاب والله. بس بعيداً عن الهزار، لو حد عنده اكتئاب، إيه اللي يقدر يعمله؟ مهما اختلفت النظريات اللي بتوضح سبب الاكتئاب، لازم تعرفوا ان ده مرض مش منطقي. لما تسمع دلوقتي ان شخص بيبقى متضايق طول الوقت ومش عارف يخرج من الاحساس ده، ممكن تحس ان الموضوع مش منطقي، وده لان انت ما عندكش اكتئاب. استهانتك بحالة المكتئب كأب او اخ او اخت او ام او صديق مش بيساعد في الحل، بس بيفكر المكتئب ان محدش فاهمه ومحدش هيعرف يساعده. لو مريض الاكتئاب لم يتم الاعتناء بيه ممكن يؤدي للانتحار. تخيل كده معايا انك دايما حاسس انك متضايق ومش عارف تطلع من الحالة دي. اهلك رافضين يصدقوا ان ابنهم هو اللي جاله اكتئاب. اصحابك الجمال مقتنعين ان انت بتدلع عليهم. فكرة الحياة نفسها بقت متعبة ليك. تلاقي انك لو حطيت نفسك مكان الشخص المكتئب ده مش هيبقى قدامك غير الانتحار. وفقا للمؤسسة الامريكية لمنع الانتحار، حوالي 50% من حالات الانتحار بيبقوا ناس عندهم اكتئاب حاد.
ولو فكرت فيها هتلاقي انها مش حاجة غريبة. المكتئب مش بيبقى عايز يكون محط الانظار ولا بيكون اناني. المنتحر مش بيبقى حاطط في دماغه مين انا شايفه او مين مش شايفه. كل اللي هو يعرفه هو انه مكتئب ومش سعيد، وجايز الموت يكون وسيلة هروب من المشاعر الخانقة دي. هل ده بالنسبة لك منطقي ايها المشاهد العزيز؟ والله يعني هو بصراحة مش فرق معايا ردك قوي، لان زي ما قلنا الاكتئاب وتوابع الاكتئاب لا ينبغي لها ان تكون منطقية من الاساس، ولكن هذا لا يمنع ان في بعض الحاجات ممكن تساعد مريض الاكتئاب. منها اولا انك تحط لنفسك روتين. فكرة ان مخك دايما في حالة الحزن دي ممكن تخليك تقعد في السرير ما تتحركش. افتكر ان دي حالة مؤقتة ومش المفروض تخلي حياتك تتدمر بسببها. الروتين ده ممكن يكون في حاجات بسيطة زي الاكل والشرب، ممكن يكون في حاجات زي المروح للجيم. ودي النصيحة التانية، الرياضة. بعيدا عن فوائد الرياضة اللي هتلاقوا 3000 فيديو على يوتيوب بيتكلم عليها، الرياضة بتخلي جسمك يفرز اندورفينز، واللي بدوره بيساعد انك تحس بانبساط لانها بتساعد على تقليل الاحساس بالقلق. مع الرياضة النصيحة الثالثة هي انك تاكل صح. سهل قوي تبنج ايت وانت مكتئب، تلاقي نفسك متضايق وتلاقي حتة شوكولاتة قدامك فتقول ايه ما كلها كده لحسن تهون عليا. المشكلة انك بعد ما تضرب الكنافة بالمانجا بتحس انك ما عندكش السيطرة على حياتك. مش بس الاكتئاب مضايقك، لا ده كمان بيخليك مش بتاكل صح. وبالرغم من النصايح دي، اهم نصيحة في رأيي هي انك تطلب المساعدة. ادراك ان ده مرض مش المفروض يضايقك، بس يفكرك ان ده فعلا مش بايدك. يعني خروجه مع اصحابك مش هتظبط لك الدنيا. ادراك ده المفروض يشجعك تاخد خطوات ايجابية عشان تحل المشكلة دي، سواء ده بقى طب نفسي او وسائل اخرى لتشخيص وعلاج المرض. مش المفروض تبقى مكسوف، ومش المفروض تسمح للناس اللي حواليك تحسسك بانك بتبالغ وان ده انفعال زيادة عن اللزوم. لو انت نفسك ما عندكش استعداد تاخد خطوات جدية عشان تحاول تتعالج، حلول الدنيا كلها مش هتعرف تساعدك. في الحقيقة موضوع الاكتئاب ده بيعمل لي أزمة كده شوية. مجتمعاتنا فيها مشاكل لا تعد ولا تحصى، وإنكار المشاكل دي ما هو إلا دليل على إنك مغيب. لكن لما توصل بينا الحالة إننا نشوه سمعة مرضى الاكتئاب لدرجة بيخليهم مكسوفين يدوروا على مساعدة، فده شيء غير مقبول. لو حد فيكم جاله شوية برد في بطنه بيجري عشان يلاقي دواء لنفسه، لكن شخص عنده مرض نفسي أو عقلي إزاي نتعامل معاه على إنه فعلا بيعاني؟ أبشع ما قد تفعله كشخص هو إنك تكون جزء من وباء تابو الأمراض العقلية. جزء كبير من نهضة المجتمع هو إننا نساعد الناس اللي أكبر مشاكلها إنها مش لاقية مساعدة. زي ما إحنا شاطرين في الهزار والضحك، خلونا نعلم بعض عن أمراض ممكن تصيبنا أو تصيب حد بنحبه. لو أنت تعرف حد عنده اكتئاب، أرجوك حاول تكون جزء من الحل مش جزء من المشكلة. تشجع الشخص انه يحارب المرض ده، تشجعه يتكلم وفكره بانك موجود. اما بقى لو انت شخصيا عندك اكتئاب، فارجوك لا تدع المجتمع يقرر نهاية حياتك. انا فعلا عاجز عن اعطاء نصيحة، بس نصيحتي هي انك لا تستسلم. انا دلوقتي مش بتكلم كمقدم برنامج ولا كحد بيعمل دكتوراه، انا بتكلم كشخص نفسه يكون جنبك ومش عارف. تكلم مع حد تثق فيه، شارك همومك مع حد بتعزه وعارف انه مش هيقلل من اللي بتمر بيه، وافتكر ان الانتحار عمره ما هيكون حل. الناس اللي بتحاول تنتحر وبتعيش بيقولوا ان في لحظة الانتحار بيحسوا ان كل مشاكلهم بتتحل، ما عدا مشكلة واحدة، انهم بيقرروا ينتحروا. اثناء تحضيري للحلقة دي الناس كلامها عن الاكتئاب عبارة عن ظلمة، وانت ممكن تكون ادرى الناس بالظلمة اللي بيكلموا عليها دي، بس افتكر ان عندك نور قادر انه يتخطى اي حاجة في الدنيا دي، وافتكر انك مش لوحدك، وان بالرغم من الظلمة اللي انت فيها فاحنا كلنا هنا كالعادة بنحاول ننور الظلمة معك. Peace out. ذلك البرنامج الأسر الجميل الذي يزعم أنه شمش ذلك البرنامج الأسري الجميل الذي يزعم Yes, I got it right. Oh, I'm so good at Arabic. دورك كمؤرخ فني هو أنك تطلع لنا بقصة لهذا الإنسان. Oh, that is so hard to say, right? مسح. So this stupid camera deleted like 4 minutes of work, and it is so frustrating. People think, oh, you're a YouTuber, it's so fun. No, it's not, man. Come on, motorcycle. أهلك رافضين يصدقوا إن ابنهم هو اللي جاله اكتئاب. That is so hard to do. I will not get that right. Wow, this episode was really exhausting. It's like 3,300 words.
I've been shooting for right now and 2 hours. We hit 1 million subscribers, I think. المفروض by the time this episode is out, أو وقت ما هي بتطلع, المفروض إن شاء الله the subscribers يوصلوا المليون. It's so weird. I mean, I'm grateful. I don't know what you're doing here, but I'm grateful. فشكرا. أنا عارف إن كرونيات كئيبة شوية, بس next episode هتبقى مبهجة قوي. هتساعدكم إن شاء الله. ف stay tuned وأرجوكم لا تفقدوا الأمل في سلسلة كرونيات. Just give me one more chance.